كنتنا الحلوة رح تصير ماما عن قريب. ألف مبروك حبيبتي إسراء، أنت حامل. عن جد عم تحكي أختي؟ معقول أمزح؟ بصراحة كنت متوقعة، بس قلت بلا ما أحكي بلكي ما طلع صحيح. ما كنت متوقعة. يلا اتصلي بالياس، خبري البشارة لأني ماني قدرانة أمسك حالي وما أتصل بأخو. حدا منهم عرف بهذا الموضوع؟ لا، لأنه إذا عرف واحد رح ينتشر الخبر، وأنا بدي الياس يسمع منك أنت أول شي. أختي شكلك ما انبسطتي، ما كان بدك ولد؟ كتير كنا حابين بس ما قدرت انبسط. ليش ما انبسطتي؟ أنا كيف بدي جيب ولد هلأ؟ معك حق، لا تخافي أنا موجودة وأمك موجودة، نحنا كلنا جنبك. ليكي يمكن هذا الخبر الحلو نسينا كل مشاكلنا. أختي فيني أطلب منك طلب صغير؟ أي طبعا. أنا مو جاهزة حتى أخبر حدا، قبل لازم نروح على الدكتور سوا ومنه منعرف إذا الجنين بصحة منيحة وإذا أنا منيحة وإذا كنت بقدر جيب هذا الولد، وبعدها منخبرهم. ماشي معك حق، أنا ما فكرت بهي الطريقة بس مثل ما بدك. كمان ما رح تقولي لخضر ما هيك؟ لا تقلقي، مع أنه خضر أكتر واحد رح يفرح بهذا الخبر، بس لا تقلقي سرك هو سري أنا. إيه تمام، يلا لا تزعلي وارتاحي. ليكسوس، هالشغلة كانت بعقلي من زمان بس بتعرف الأوضاع معقدة ولساتها هيك، ما تغير شي. شو بدنا نعمل؟ تماما معلم تماما. اسمعني، أنا في عندي فكرة، إذا وافقت عليها رح أنبسط كتير. وشو هي؟ أكيد بتعرف إنه عمي خصص لي هاد المكان إلي أنا وصرت من أعضاء الطاولة. سمعت ساروات خبرني، يعني أنه ترجع لعمي بهذا الوضع مو صعبة شوي؟ أنا عم أقول أنك تجي لعندي لهون وخلينا نشتغل سوا. بس الرئيس خضر ما بيسمح بهذا الشيء أبدا. أنا رح زبط هاي القصة، اللي هلأ شو جوابك؟ خليني أحكي قبل مع آيشن بهذا الموضوع. خير إن شاء الله. صرت مثل ثروت كمان؟ ما بتقرر لحالك؟ لا قلب أصلاً، كان في عنا خطة، يعني كنا ناويين نسافر ونبعد من هون، بدنا نريح رأسنا على الآخر لأنه موضوع خيال شكل صدمة كبيرة إلنا يا قلب أصلان. يعني ما بعرف إذا رح يكون في عنا ولد، حتى إذا كان ممكن ما بعرف كيف، وإذا ما صار ليش حتى أبقى بالشغل؟ لازم نحكي بكل شيء. أنت معك حق، معناتها أحكي مع آيشن بالأول وأنا ناطر منك خبر إن شاء الله.
وصلوا. كيش جولماز، هذا المكان اللي عطى تليفونه منه إشارة. ماشي، وبلكي طلع مغير مكانه. لا، عم نتنصت عليه، طلب مخدرات من فترة والحقن الزلم اللي طلبه منه كمان. معناته هو صار بإيدنا. انت لساتك متضايق ما هيك؟ لسه شوي. السيد نوزت قدر يلاقي تليفونه للزلمة، اسمه كيش جولماز، أخوه لأنور. طيب منقدر نلاقي مكانه؟ أعطيت التفاصيل لفخري، بس هذا الزلمة بتعاطى وبيضل دايخ. انتبهوا منيح وقت تروحوا، مو معروف شو ممكن يساوي. ماشي معلم، شكرا. معلم نوزت، بدي اطلب منك طلب تاني. يلا تفضل قول. بخصوص الصوص ما غيره، واضح انه في حدا من المخابرات تواصل معه، بس ما بعرف مين هني ولا رجال مين وبشو اغروا. بترجاك تتحرى عن هذا الموضوع. ماشي. قلت لقلب أصلان إنه يجي لهون، بس قال عنده شغل. أنت قلت له ما يجي؟ حكيت معه جاي. أمي، ليش همك موضوع لقلب أصلان؟ أنت تزوجت وما عاد في داعي اهتم فيك. هو حفيدي الوحيد اللي بيعز أبي. لا، مو الوحيد ستي. أنت لسه بكير عليك. أنا لهلأ ناطر دوري، فهمي الأغبياء. إذا مو قادرين تقعدوا بلا ما تفتحوا هاي السيرة، فخلونا نحط النقاط على الحروف. تفضل أخي، حطن. عن إذنكم معناتها أنا رح أقوم ارتاح، بس يتوتر الوضع بتسوء حالتي. ما في شي رح يوتر الوضع، ارتاحي. الياس إذا تعبانة خليها تقوم. أخي قال ما في شي رح يخلي حالتها تسوء. اليوم بنت أخي، بس بكرة نحنا رح يصير عنا بنت أو صبي. إذا عجبنا أو ما عجبنا، نحن من هلأ لازم نعرف القوانين يلي رح يحطها أخي. خضر، رجائي الوحيد منك إنك ما تحل هذا الموضوع بشكل قاسي. أنا كمان مثلك ماني حابة إنه هالقصة تصير، وقبل كل شي ماني شايفة إنه صح نزوج طفلة ما كملت لا علمة ولا وعيت. بس أنا بشوفه. شو هو اللي بتشوفه؟ بشوفه إنه صح. الظروف اللي تزوجنا فيها مو مثل هالأيام يا مريم. الناس هلأ بتتزوج وبتكمل تعليمها وبتشتغل حتى بتجيب أولاد، يعني الظروف تغيرت، كل شي صار ممكن.
انت شو عم تقول خضر؟ عم قول اذا كانت بنتي بتعرف منيح الشاب يلي بدها تتزوجه وكمان بتعرف مين بيكون واذا مستعدة تجازف وتواجه كل الصعوبات وقتها تتزوجه واذا مستعدة تدفع ثمن هذا الشيء فلا انا ولا اي حدا بحق له الا لا تتزوجي وانت بهالعمر. عود عمر، هي بحق لها تتزوج، انا ما بحق لي روح. لا ليش بقى؟ بتقدر تضربني لاني قمت عن الطاوله، مستعد جازف، ويمكن امي تبكي، ما في مشكله. زينب يمكن ما عاد تحكي معي بحياتها، كمان مو مشكله. هذا اللي حبيت أقوله من شوي يا زينو. إذا انتبهتي أخوك ما قالك أختي، والحق معه، ما حب يسمع حرف من اللي عم نحكيه على هالطاولة، كمان الحق معه. الشغلات اللي جازف فيها شغلات كبيرة بالنسبة له. أنتوا عم تحاولوا تضغطوا علي. نحن قلنا الحق بهذا الشيء يا بنت. طيب أخي، يا ريت تشرح لنا الأمور يلي ممكن تواجهها زينب مشان ما تزعل. هي مفكرة أنه هالشي اللي عم نعمله عبارة عن ضغط مو أكتر. الأمور يلي رح تواجهيها، أولا الشاب اللي بدك تتزوجيه كله على بعضه غلط. بس هو مثلكم، غلطه الوحيد انه عيلته مافيا. شو علاقة الشي بالمافيا؟ لك هالعيلة ما فيها شرف، اذا تزوجتي كيف بدك يانا نسكت على تصرفاتهم ولا بتحبي نصير مثلهم؟ وهي اصلا خطة هدول عديمين الشرف. انا ما بعرف خاله وما بيهمني اذا كان عدو او صديق، اللي بيهمني بس تنير. مو انت عم تحكي عن المجازفة بابا؟ تانير اذا كان جازف بموقفك انت وعمي واخي وعيلتي وبده يتزوجني، هاد بيعني انه شهم وبيحبني وعم يحاول يطلبني منكن بالاصول. هي غير اني كمان بحبه. خضر قوم اضربها لهالبنت شي كف، بلكي بتتربى. قلة أدب قال حب، قال حب شو هاد؟ حب شو هاد أمي؟ قديش صار لك بتعرفي لهذا الولد وشو اللي بتحبي فيه؟ الحقتي تعرفي شو الأكلات اللي بيحبها؟ ما بدي أعرف شو الأكلات اللي بيحبها، شو أنا بدي أطبخ؟ أنا هلأ ما عم أحكي عن الطبخ. شاب ما بتعرفي شو بيحب، كيف رح تعرفي إنه بيحبك؟ شو اللي شايفتي سيء بالطبخ زينب؟ أنا بدي أدرس وأشتغل وما رح كون ست بيت مثلكن. أنتي طلعتي وحدة قليلة التربية والاحترام. برأيي حكينا على الفاضي مع زينب. زينب لقيت واحد مثلها يا مريم، قليل ترباية واحترام. سؤالك إلها كيف بتحبه ما له معنى، ولهيك اللي بتوجب علي
هو السماح بهالزواج. يا أخي إذا كنت عم تقولها لأنك معصب لا تقولها. أنا ما عم قولها لأني معصب، عم قول هالشي لأنه بنتي بدها هيك، وأنا ما فيني إمنع حدا عن اللي بده إياه بحياته. يجوا بكرة ويطلبوكي بنتي. شو يعني يجوا يطلبوها؟ قلت إنه يجوا بكرة ويطلبوا إيدها. خضر، في حدا منكن عنده كلام فوق كلامي؟ هذا أكبر غلط رح ترتكبيه بحياتك كلها يا تا، ولهيك لا تبتسمي جنبي زينب. طلعي على غرفتك. هاي آخر مرة بتصرخي فيها علي، بعد بكرة ما رح تقدري تصرخي. اعتباراً من بعد بكرة زوجك رح يصرخ عليك، وانتي رح تبكي وتقولي أمي ساعديني. أمي روحي واحكي مع ابنك. يعني بدك ياني احكي كلام فوق كلامه مريم؟ انا ما عم بقدر استوعب. الياس اعمل شي. مرت اخي انا ما بقدر اعمل شي، بس بقدر كسر عظام زينب اذا سمحتي لي. ما رح يضل ايدي طلبوها، يعني منكون كسبنا شوية وقت. خلص ساووا شو ما بدكن، لك احرقوا حالكم، بس احرقوا بنتي معكن. ليكو هذا هو. مساء الخير. مساء النور. تفضل. على اي طابق طالع؟ على 16. تصبحوا على خير. بابا أنا بالمصعم. بأي واحد؟ بابا صوتك عم يقطش كتير. تصبح على خير. تصبح على خير. ما بيقدر الواحد يرتاح بنوم.
تضربوا انت وهالشغل. مسوك. قلب أصلان لا تخليه يصرخ، ما في باب فلا تفيق العالم علينا. سمعت فخري شو قال؟ لا تصرخ. غيره كيش، هلأ رح أسألك سؤال بسيط. سأل. وين بلاقي إخواتك؟ فيك تلاقيهم مثل ما لقيتني قبلهم. بلاقيهم؟ أنت عرفتني شي؟ مو أنت ابن أخته للزلمة اللي ما قدرنا نقتله؟ إيه أنا بذاته، وما قدرتوا تقتلوني. مو نحن اللي كنا رح نقتلك. أنور تكلف في هذا الشيء. مين اللي كلفه؟ صهر كونتينير هو اللي أوصك. لو كان أنور كنت ما عشت من بعده. أوزكان هو اللي طلب من تانير؟ كيف كنا رح نصير أعداء لو ما هالشي؟ طيب مين اللي واقف وراء أبوك؟ يا ترى أوزكان ولا أوزر؟ ما حدا منهم. بابا عم يستغل الاثنين. مين لك؟ خليني أخذ شمي من هاد وبعدين بحكي. طيب ليش قوصته؟ الزلمة كان عم يحكي لكم. كان رح يقتلنا. اصلا ما كان بيعرف اكتر من هيك. وشو رح نعمل بيلي بالحمام؟ واضح انه صار اشتباك وهو عم يبيع البضاعة. ما فيك تقتل أوزكان يا الياس. شو يعني ما بقدر أقتله أخي؟ يلي قوص على قلب أصلان تانير، هو بأمر من أوزكان. وبعدين إلكار وقتش كانوا شاهدين على لقائه مع عصابة جولماز. أنا ليش خليتهم يومين يراقبوا؟ بعدتهم بس مشان أقتله براحتي على الطاولة. عمي لو كان أونال بده يقتله لأوزكان كان قتلوا، بس مبين انه الامريكان رح يهاجمونا باي لحظة. ولك يهاجمونا؟ اساسا انا متمني يهاجمونا. مفكر انه رح نسكتلون؟ انا بدي اقتلو يا الياس. ايه هيك هذا الكلام يلي حابب اسمعه. بس اذا قتلت اوزكان مشان التجارة وعالطاولة ما عاد فيني سكت اوزر، يعني الامريكان. بس الشغلات الشخصية اللي بتتطور برات الطاولة لا أوزر ولا حدا تاني في يحكي عنا أي شيء. فهمتني؟ يعني شغلات عائلية، قضية دم. فهمت. لكن شو رح نعمل؟ اللي انت ما رح تعمل شيء. قلب أصلان تانير بكرة رح يجي ويخطب زينب، وبعدها أنت بتقتل تانير. وإذا عرفت زينب؟ ما رح تعرف شي.
راح بحادث سير، وتانير رح تكون حالته حالة. طيب أوسكان رح يصدق إنه هذا كان حادث سير؟ ما رح يصدق، أكيد رح يضغط علينا. ونحن كمان منسأله، أنت اللي خليته يقوس على البصلان؟ وبهالحالة بتنتهي قصة الدم اللي بيننا. أوسكان لازم يموت. خطة منيحة، حلوة وظريفة وبتناسبني، بس يا أخي كيف بدي أتصرف كأنه ما صار شيء؟ ما رح تتصرف بلطافة، لأنه إذا بتكون لطيفة بتنكشف اللعبة. ماشي، إذا هيك لكن لروح وبارك لزينب. شايف لي هالمحتال؟ قال بده يروح يبارك لها قبل ما يقتل خطيبة. لك لا أنا ولا أنت فينا نعمل هيك شي. عن جد إنك محتال وبينخاف منك. تعرف ليش؟ طالع العم سكوت ولا؟ بلغ الأصدق. طلع فيني وقت أنت قتلته لابن كولماز، حكى شي بخصوصه لأنوار؟ البصان وينه؟ أمي مبين عم تحاولي تحكي شي مع هالولد. يلا حكي لي شو قصتك؟ أنا قلت لك إني رحت زيارة لعند أمه. إيه في عندي حكي بدي أقله يا مشان اللي سمعته هنيك. ماشي أمي حكي لي إلي. ابني ما بعرف كيف بدي أحكي لك هذا الحكي. خضر، أنت قبل شوي قلت إنه بدك تعطي بنتك لحدا بدون ما تسألني. أنا صار لي ساعة ناطرتك فوق. أنا ما إلي رأي بنوب؟ البنت بنتك أنت وبس؟ ماشي أنا جاي مريم هلأ بالحقيقة. احكي يا أمي، مريم ناطرتني. روح روح وشوف مرتك. خلص بحكي لك بعد شوي.
انك ما رح تعمل هيك شي. قلي انه في عندك خطة براسك وقلي شو هي. خبرني شو الخطة حتى لو كانت اوسخ واسوأ خطة بالعالم. ما في عندي خطة. شو يعني ما عندك؟ يعني انت ما بتحب لبنتك بنوب؟ بحبها كتير لدرجة انه ما فيني امنعها عن هذا الحب يا مريم. قلي انك رح تعمل اي شي مع هذا الحيوان. ما رح اعمل شي. اذا اليوم ما كنت اب منيح امتى رح تكون؟ يا حيف يكون واحد مثلك اب. يا حيف يا حيف تكون اب. يا حيف. لا تؤاخذني ابن خالتي، القرار اللي أخذته مو صحيح. خديجة انتبهي لكلامك. بدي أحكي اللي عندي. بعدين مو أنت اللي كنت تقول إنه هالولد كلب؟ ليش ما عم تحكي قدامهم؟ الولد لحد مبارح كان واحد كلب، بس من اليوم صار خطيب زينب. شو يا صهر؟ صاير كلامك صريح كتير هالفترة. انتو كلياتكم اتفقتوا علي، شو أعمل؟ بتمرد على الرئيس يعني؟ عم تقولوا عنه كلب وكمان ما بعرف شو. بغيابكن كان يجي يطمننا عنكن. هاد يعني هو شب مو سيء. عم يقولوا انه أوزكان معه مصاري كتير الياس. تنير هو وريثه الوحيد ما هيك؟ إذا مات خاله وبعد مات تنير، كل ثروته رح تروح لزينب يا سيد ثروت. الله ياخذهم واحد ورا الثاني. آمين. أنت خليك جوا، أنا رح جيب لك الفطور، ماشي؟ طيب. استنى. أنا جمعتكن هون اليوم لحتى تشرحوا لخضر ولزينب ولأمي قديش هذا القرار غلط. قرار غلط. بس كل واحد منكم هامه المصاري، والتانية بهمها كتر الحكي والسرسرة. أنا عم أحكي عن زينو، زينب. لك زينب وين هلأ؟ وقلب أصلان وينو؟ الياس مو قلت اللي مبارح كان بغرفة زينب وكان عم يحكي معها؟ غريب، هو من بعدها اختفى. يا ترى شو بيكون حكى مع هالبنت؟ كان عم ببارك لأمي وقال انبسط كتير. بس شوفه لقلب أصلان، وقتها بعرف كيف حاسبه. فهمت، لهيك هو ما أجا. في حدا تاني حابة إنك تحاسبي يا ست مريم؟ إيه في. انتو دمرتوا حياتها لهي البنت، وكلكن اشتركتوا بالجريمة، وانا ما رح انسى اللي عملتوه من هلأ لموت. انا ما عم صدق. جيلان هاي ما؟ مو معقول. أكيد قلب أصلان جن هاي المرة. أنت اللي عزمت أخي؟ مرحبا يا جماعة.
بدي الشي اللي عملته يا قلب أصلا. أنا شو عملت؟ شو اللي ما عم تصدقي؟ ابني تا هذا هو ابوك. وهي هي عيلتك. خضر علي شاكر بيلي.